رقم عشرين النهاردة هنكمل الرواق رقم عشرين من بداية هذه الأروقة وهو الرواق العاشر من الأروقة الخاصة بالجذور المعرفية للعنف والإرهاب والجذور الثقافية بشكل عام للعنف والإرهاب لكن مش العنف والإرهاب بالمعنى السياسي فقط لكن بالمعنى الاجتماعي ومعنى آآ 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 الثقافي وتداخل كل هذه المستويات مع بعضها البعض آآ اتكلمت في الرواقين السابقين على عملية التقنين ومحاولة الانتقال من منظومة الفقه اللي هي قايمة على الجزئية وقايمة على التمييز ما بين المسلمين وغير المسلمين والتمييز ما بين الذكر والانثى والتمييز ما بين الحر والعبد لما كان في عبوديه مباشره والتمييز ما بين الصغير والكبير الى بدايه عمليه التقنين ومحاوله دخول الشكل القانوني الجديد الذي يقوم في بنيته على المساواه في المراكز القانونيه وكيف أن هذه عملية الانتقال هذه تمت بعملية تلفيق تمت بعملية إمساك العصا من المنتصف المنتصف ودور هذا التلفيق ودور هذا التجاور بتعبير علي مبروك الله يرحمه وبتعبير نصر أبو زيد التلفيق بدل التوفيق ودور هذا الامساك بالعصا من المنتصف والترقيع في انتاج العنف. اليوم هستكمل هذه الجوانب لكن في في مساله اخرى يعني هندرس عمليه محاوله الانتقال من المنظومات بتاعه قروننا احنا الوسطى اللي هي قرون سبع قرون بقى من السابع ال12 وال13 وال14 الهجري آه إلى يعني بقى من الثامن بقى من الثامن للقرنين مضوا. النهارده هحاول امسك الأمر في ظاهرة أخرى أو في مجال أخر وهو مجال العمل السياسي. آه وبالمناسبة احنا في الخلفية القلعة قلعة محمد علي باشا في القاهرة والقلعة دي كانت مقر الحكم حتى يعني كان بيسكن فيها الوالي أيام المماليك وأيام العثمانيين وأيام الدولة وبعدين دولة محمد علي لحد إسماعيل إسماعيل خديو إسماعيل هو أول من نزل من القلعة لقصر عبدين فكيف انتقلنا في العمل السياسي من منظومه قائمه على حكم الفرد المطلق اللي هو سلطاته سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وسلطه قضائيه لا راد لحكمه وديت منظومه ما كانتش عندنا احنا بس ما كانت منظومه موجوده في ثقافات متعدده أه فكيف لهذه المنظومه ازاي نزلت اسماعيل باشا من القلعه الى قصر عبدين وهل فعلا احنا قدرنا ننتقل من حكم الفرد المطلق الى أه منظومه بقى قايمه على مش حكم الفرد لا هنا حكم المبدأ. مش تمركز السلطات كلها في يد فرد واحد، لا يبقى في عندك بقى اللي أصبح مصطلح عليه سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، وهذه سلطات متوازية لكنها متعاونة في حكم مجتمع وفي حكم بشر. محدودة بحدود لها نوع من الثبات وليست قائمه على الدوله الامبراطوريه التوسعيه اللي استمرت قرون طويله فكيف حدثت هذه الانتقاله عندنا وهل هذه الانتقاله عندنا عامل من عوامل العنف وتوليد العنف معرفيا وسياسيا بقى واقتصاديا واجتماعيا أه واضيف لها كمان ثقافيا ولا أه لا قبل ما نتناول الجانب التاريخي من عمليه ما حدث عندنا خلال القرن ونص والقرنين الماضيين هتكلم على جزئيه خاصه باصول الفقه وجزئيه خاصه باصول الدين مشكله الامامه يعني من يؤم المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشكله كبيره وهي اول خلاف كبير ظهر وأول قضية فكرية وتقدر بقى فقهية وأصولية و و وثقافية ظهرت عند مجتمع المسلمين الأوائل اللي هو مجتمع أصلا في 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 الحجاز لم يعرف فكرة الدولة كان حكم قبلي يعني احنا شفنا قريش ما هي قريش كان لها أمر وكان لها دار ندوة وكان لها شورى وكان كل قبيلة مثلا القبيلة ديت لها وظيفه ودور معين والقبيله الاخرى لها وظيفه ودور معين ومتوزعه السلطات بينهم وبين بعض بالشكل ده بطريقه قايمه على تحالف قبلي مع هجره النبي محمد واحنا بنحتفل بالهجره اللي هي طبعا تاريخها مش هو التاريخ الحقيقي لان النبي هاجر المدينه في 12 ربيع في عيد ميلاده يعني لكن احنا بنحتفل بالهجره في شهر اخر يعني مهم مش هي قضيتنا دلوقتي لما كونت سلطة للنبي محمد في المدينة هنا أصبحت سلطة سلطة فرد عند المسلمين الأوائل من الله بالوحي هذه نقطة النقطة الثانية أنها سلطة فرد بقواعد قبلية يعني رضا مثلا الأوس والخزرج في المدينة مش عشان كلهم مسلمين يعني ما كان في يهود غير مسلمين وكان في من الاوس والخزرج اللي هم غير مسلمين. اذا فيها جانب بكونه رسول، كونوا نبي، كونوا من ياتيه الوحي عند المؤمنين به وكونوا توافقي من القبائل الاخرى التي لا تؤمن بايه؟ بنبوته وان هو نبي. فكون السلطه لها الشقين دول. بعد وفاه النبي حصل خلاف على من يؤم خلي بالكم من فكره يؤم هنا بالاشاره بتاعتها الى الامامه في الصلاه لان الامام بالدعوه الدينيه كان النبي بيؤم المسلمين في الصلاه واستندت روايات طبعا التاريخ ده بيعاد انتاجه مره اخرى استندت روايات على افضليه ابو بكر لان النبي اختاروا ان هو يؤم المسلمين في فتره مرضه مثلا وانه يعتبر ابو بكر امام المسلمين اذا قضيه الامامه اللي هي تشكلت في تاريخ الفكر عند المسلمين من يام المسلمين ومن له يحق اللي هي بقى ايه عند التيارات التي اصبحت تسمى شيعيه بعد ذلك اصبحت الامامه اصل من اصول الدين يعني اذا كان في مصدر للمعرفه الدينيه من قران ومن سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام الاتجاهات الشيعيه تضع الامامه الامام الذي في تصورتهم طبعا الامام من ال البيت المعصوم بالتراتب لان هنا في جزئيه خاصه بالنبي ان هو كان ياتيه الوحي، طيب الوحي انقطع الان. الوحي انقطع الان بموت النبي والمسلمين سنه وشيعه مؤمنين ان ما فيش نبي بعد النبي محمد. وان ما فيش وحي بعد ايه؟ انقطاع الوحي على النبي محمد. لكنهم اعتبروا ان في علم وفي معرفه تاتي الى هؤلاء الائمه من ال البيت لها حجيه وهي مصدر يبقى فعل هؤلاء الائمه مصدر من مظاهر من مصادر الدين. مصدر من مصادر معرفه الاسلام. يبقى إذن عنده قران وعنده سنه بالطرق والمصادر اللي هو بيعتمدها بيعتبرها صحيحه مش صحيح الكلام اللي بيتقال على انه الشيعة لا يؤمنون بسنة النبي او الخوارج لا يؤمنون بسنة النبي لا هم بيؤمنوا بسنة النبي فيما رجح عندهم من مصادر يعني الطيارات الخوارج الموجودة حتى الان ما هم عندهم مسند مسند الامام جابر مثلاً ده مسند يسند إلى روايات عن النبي لكن هم طبعا بالنسبة للبخاري ومسلم و... و... والترمذي والنسائي ما يعترفوش مثلا بالمصادر دي لأنها لم تصح عندهم كذلك ال... ال... الاتجاهات الشيعية التي تكونت بعد ذلك إذا مشكلة الإمامة هل السلطة واختيار الإمام أصل من أصول الدين أن يكون هناك إمام يا أم لأن هنا بقى له طبيعتين له وظيفة دينية بأم المسلمين في الصلاة زي ما النبي كان بأم المسلمين في الصلاة وله وظيفة دنيوية خاصة بتدبير أحوال الإيه مجتمع المسلمين أو المؤمنين عند الغالبية اللي أصبحت بقى بعد كده اسمها أهل السنة والجماعة مفهوم الخلافة بقى مقابل في مفهوم الإيه الإمامة ولذلك الخلافة والسلطة والحكم عند الاتجاهات اللي سمت نفسها أهل السنة أصبحت من الأمور الفرعية من الأمور التي يعني يبقى فصل كده كان بيبقى في أصول الدين لكن أصبح يعني من الفرعيات ما بقاش من أصل من أصول الدين أصول الدين عند السنة تركزت في الأربعة اللي صيغوا وهم طبعا ما كانوش أربعة ده يعني احنا بنتكلم على عشر أو عشر مصدر باختلاف المذاهب لكن في اربعه اصبحوا اربعه مشتركين الى حد كبير اللي هو القران والسنه والاجماع والقياس ليس من, من بينهم الامامه اذا الامامه عند السنه اصبحت من الفروع السنه هنا بيمثله حزب الكنبه بيمثله الاغلبيه اللي هي يعني ايه ثابت آه الامر على عواهنه ما لا خرجوا على الامام ولا ولا تشيعوا للامام علي وابنائه ولا نسله الناس اللي هي مشيت مع الوضع القائم باعتبار انه ايه مدام تولي الأمويين الحكم بدا حدث باختيار من ربنا لأنه ربنا سبحانه وتعالى لا يحدث في ملكه شيء بغير رضاه فوصول هؤلاء الخلفاء إلى السلطة يعني مجرد نجاحهم في الو... في تحقيق ده على ارض الواقع ده معناها أنه رضا من ربنا فاصبحت هذه اللي هو ايه تبرير الامر الواقع معنى صح تبرير الامر الواقع فمن هنا اصبحت مساله السلطه والحكم من الفروع عند الاتجاهات السنيه لكنها عند الاتجاهات الشيعيه اصل من اصول الدين معرفه الامام امام العصر وحتى مع غيبه الامام في 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 القرن الثالث والرابع الهجري ظل المفهوم موجود ان الامامه اصل من اصول الدين عند الاتجاهات الشيعيه في هنا اشكال بقى ايه هو الاشكال ان اذا كانت الخلافه والسلطة من الفروع يعني يختص بها بقى علم زي علم الفقه ففي مجال الفقه عندنا أحكام خمسة استمرت أحكام خمسة وعند الـ الـ الأحناف بيخلوهم سبعة الـ الـ اللي هو إيه الواجب والحرام والمكروه والمندوب والحلال أو المستحب يبقى فيه خمس درجات من الحكم، فيبقى هنا إيه؟ في مجال الفقه يقولوا إيه بقى مثلا المقولة اللي بتأثر عن الشافعي إنه إيه؟ قولي صواب يحتمل الخطأ وقولي غيري خطأ يحتمل الصواب، يبقى هنا ما بينظرش للرأي المخالف له على إنه إيه؟ ضلال ولا انحراف، ده إيه؟ ده هو صواب أو هو خطأ يحتمل الصواب. على الأقل في الإطار النظري، يعني طبعًا في في التجربة العملية في الواقع هو يعني بيحاربوا بعض على أنهم ناس يعني المهم، إذًا في مجال الخلاف فيها في 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 مجال أصول الفقه أو الفقه هيبقى في درجة من درجات القبول، يعني, يعني ممكن يبقى ده واجب، ممكن ده مستحب، ممكن يبقى مكروه، ممكن يبقى آآ 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 وهكذا. لو في الأمر بقى في أصول الدين زي ما الاتجاهات الشيعية عملت الدين أصول الدين علم أصول الدين عنده حكمين اتنين لا يتنا... لا يصل بين الأمور على أنها إيه آه خمسة ولا سبعة زي ما الفقهاء كانوا الم... الفقهاء كان بيعملوا لا الأصولين بيحكم يا بالإيمان يا بالكفر يا حاجة من الاتنين مفيش وسيط ما فيش درجة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ما بين الاتنين. يا إما أنت مؤمن يا إما أنت كافر. إذا ده اللي بيخلي إذا وضعت مسألة السلطة والحكم والخلافة في علم أصول الدين أو في علم الكلام اللي كان بيسمى الإيمان ودلوقتي بقى علم التوحيد آه بيجعل الأمر إيه؟ يا إما أنت معانا يا إما أنت إيه؟ علينا يا اما انت مؤمن يا اما انت كافر من هنا مع بقى العصر الحديث ومع تجربة شيخنا الأفغاني رحمه الله استعاد استعيدت مسألة الخلافة والحكم والسلطة وإمامة المسلمين حتى عند السنة هو ده بقى المزنة ولذلك في ناس كتيرة جدا تقعد بقى إيه تلقح على حسن البنا وعلى وتلقح على سيد قطب ان هم من الشيعه لان هم حولوا الحكم والسلطه مش من الفروع بقى زي ما كانت ماشيه طول الامر عند غالبيه السنه انها من الفروع لا جعلوها ايه؟ اصل من اصول او هدف من اهداف الدين القرآن دستورنا و... 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 و و و ايه يعني جعل القرآن دستور وجعل النبي هو القدوة و... 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 وإقامة الخلافة أصبحت ايه؟ أصل من الأصول ال... ال... العشرين اللي وضعها حسن البنا لتنظيمه للإخوان المسلمين. إذا النقلة هنا في العصر الحديث فكريا في الفكر هو استعادة مسألة الحكم ومن يحكم والخلافة والسلطة وكده إلى أن تصبح أصلا مرة أخرى على نفس الأنساق بتاع الأنساق الشيعي ده عمل مشكلة بقى لأن أصبح هنا إيه المخالف لك في الموقف السياسي ما نقولش بقى ايه ده ممكن يكون ايه آآ آآ خطأ يحتمل الصواب ممكن يكون اه لا ده هو ده انا شايفه واجب وهو شايفه مندوب او مكروه او آآ او آآ مستحب او حرام لا ده هو ايه يا صح يا خطأ يا معانا يا علينا يا مع الاسلام يا ضد الاسلام يا مع التنظيم يا ضد التنظيم ما ينفعش حاجه وسط ما بين الاتنين النقله دي باستعادة الأمر بالشكل ده إن هو أصل من الأصول مصدر من مصادر العنف ده على مستوى التفكير في 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 العلوم التقليدية طبعا عند عند حسن البنا هو ما أصلش الأمور بالشكل كده حتى عند الأفغاني برضه ما أصلهاش بالشكل كده لكن الموجود ده عمل سيد قطب عمل وده برضه يعني حتى منظومة المودود أبو الأعلى المودودي ومنظومة قطب برغم إنها لم تخرج على النسق الأشعري في جملته إلا إنها جعلت مسألة الحكم والسلطة ومن هنا بقى مفهوم الحاكمية إذا لم يتحقق إذا لم يكن موجود فقد يضيع الإيه؟ الدين من هنا اصبحت لمساله الحكم والولايه والسلطه والحاكميه هي ايه؟ نقطه مركزيه واساسيه. يعني عندي سيد قطب مثلا هتجد الكلام ان هو ما تكلمنيش انا طبعا بقول بلغتي مش بلغته هو لكن عصاره الكلام يعني. ان هو ما تكلمنيش على تجديد في الفروع في مسألة بقى الشريعة وتطبيق الشريعة والفقه وال... وال... والاجتهادات في العبادات والمعاملات والكلام ده كله بدون وجود حكم ودولة إسلامية وجماعة ربانية تتولى الحكم وأن تحكم وأن تكون الحاكمية لله لن يمكن إن احنا نقدر نعمل أي تغيير دين النقلة وده اللي خلى الأمر بقى ينتقل من على طول المسلمين ما كان في خلاف وفي صراعات وفي قتال ما بين الفرق والدول المختلفه حتى ما بين الناس السنه يعني احنا شفنا كان في خلافه في في القاهره فاطميه شيعيه اسماعيليه وخلافه في بغداد وخلافه في الاندلس وحتى كمان الخلافه اللي في بغداد كان عندك كل بقى مجموعة سواء فرس أو أتراك أو كده يبقى لها السلطة ولها النفوذ فتبقى هي اللي لها الصوت الأعلى في داخل الخلافة العباسية ده من بداية من العصر العباسي الثاني يعني إذن ده موجود طول الوقت طيب ده بالنسبة للجانب الفقهي والجانب الأصولي اللي هو خاص بعلم الكلام أو أصول الدين في تجربتنا الحديثة بقى طيب وإحنا دلوقتي كده عندنا نموذج الحاكم ده من اول مش هقول لك بقى من اول معاويه من اول ابو بكر لان الناس برضو بتبالغ لما يقول لك ايه ان ان ابو بكر الصديق قد اثر عنه انه ايه وليت عليكم ولست بخيركم فان اطعت لا طاعه لي ان عصيت الله اطيعوني ما اطعت الله فيكم وان عصيته فلا ايه فلا طاعه لي احنا فاكرين بقى اخونا فك الله اسره محمد مرسي على المنصه في ميدان التحرير بعد انتخابه رئيس وعمل نفس الحكايه يعني ده كلام ده كلام بر وعتب لان لما يجي نسال السؤال هل في سلطه على ابو بكر الصديق لعمل شيء او رفض شيء هو كانوا الصحابه يبقوا في رايه وهو ياخد الراي ياخد القرار والقرار هو اللي بيمشي حصل في مواجهه الحرب اللي سموها حرب ال الواحد ذاكرته بدات تضعف الحقيقه المهم يعني حدثت في اكثر من حاجه وكذلك في فتره عمر بن الخطاب يعني يعني عمر بن الخطاب اتبع سياسات مختلفه عن السياسات اللي كان بيتبعها ابو بكر الصديق هو عمل طريقه لاختيار الحكام او اللي من يخلفونه وهو مطعون و... 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 وعلى شفا الموت بتختلف عن الطريقه اللي... اللي اختاره هو بيها ابو بكر الصديق وهكذا إذن مساله الحكم المطلق للحاكم موجوده طول التاريخ من اول أ... 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 ابو بكر يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش له اي حدود تحده اه المسلمين الاوائل بيعتبروا انه طبعا آه هو النبي وهو الوحي ياتي وحتى آه لما كانوا بيختلفوا معاه في الروايات المذكوره يعني آه هو الوحي ام الحرب والمكيده ده لو هو قال ان هو وحي هم مش هيعترضوا انقضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره ف سلطة الفرد المطلق موجودة وده برضو مش بدعة يعني عشان ما نقعدش نبالغ في الموضوع ما هو الامبراطور الروماني ولا ال... الامبراطور بتاع بروسيا ولا بتاع النمسا في القرن 19 ما هو كان برضو ايه مش هنقول يا سيدي فرانكو في القرن العشرين في اسبانيا حكم الفرد المطلق فده كان عندهم وكان عندنا وكان عند ناس كتيرة جدا بس هي القضية دلوقتي كده هما عملوا يعني بقول هما ماسك فرشه عريضه عملوا انتقاله من حكم الفرد المطلق الى حكم المبدا من اول بقى الماجنا كارتا في القرن ال 13 في انجلترا وبعد كده طبعا النقله الكبيره في النموذج بتاعها بتاعه الثوره الفرنسيه وفكره ال الثوره الفرنسيه كمان الثوره الامريكيه قبل من اللي هي فكره الدستور المكتوب اللي هو بيتقام عليه الايه الحريات يعني وظهرت فكره الديمقراطيه والناس برضو عايزكم تاخدوا بالكم ان فكره الديمقراطيه الناس يقول لك ايه ما الديمقراطيه كانت موجوده عند اسينا يا كمان يا جماعه مش كده الفكره دي فكره بنت العصر الحديث الديمقراطية بتاعت ال... الديمقراطية الانتخابية التمثيلية القايمة على دستور وحكم وكده دي مش تختلف عن ديمقراطية اليونان اللي قايمة على وجود عبيد وتأصيل كل من هو ليس يوناني فهو من البربر سواء كان ابيض ولا اسمر أو امراة كل ده يعني ما يعني تصورهم عن الديمقراطية بالتصور اللي احنا فيه ده ده تصور حديث ده ابن العصور الحديثة فهم عملوا انتقالة دي بقى من حكم الفرد المطلق لحكم المبدأ المبدأ ده هنا بقى ممكن يكون ايه ان توزيع سلطات مثلا ان يبقى في سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية اللي هو بيصاغ في المبدأ اللي اتقال بالانجليزي نو no taxation without Representation. يعني ما فيش ضرائب تتفرض بدون وجود ممثلين للشعب هما اللي يفرضوا الضرائب دي ف يعني ايه هنا بقى الحاكم او السلطه او الحكومه مسؤوله امام اللي احنا بنسميه بقى مواطنين من خلال ممثليهم من خلال نواب عنهم ينوب عنهم ينتخبهم الناس طبعا ده مش مش ابتدت يعني حاجه كده فيها كمال من بدايتها ده. آه لو شفنا مثلا اعلان الاستقلال في الولايات المتحده الامريكيه واحنا بنتكلم على نهايه القرن ال 18. آه اعلان الاستقلال اللي مكتوب متقال فيه ايه؟ All men created equal. كل البشر خلقوا متساويين. مبدا اهو. المساواه اهو. في النص اللي مكتوب كل البشر خلقوا متساوين ده معناها كلمه البشر او كلمه الانسان هنا معناها الرجل الابيض البروتستانتي لو انت كاثوليكي ما كنتش تعد من لو انت اللي كتب الورقه دي واللي ماضوا عليها بيملكوا عبيد زنوج في البيت يبقى اذا لا يعد الـ 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 الانسان اللي هو من اصول افريقيه واسود ايه ده خد له 70 سنه بعد كده على ما دخلت الحرب الاهليه في 1860 61 62 63 الموضوع ده المراه لم تعد تعد انسانا الناس ما تاخدش بالها ان الست الامريكيه ما خدتش حق التصويت في الانتخابات مجرد التصويت مش هقول لك بعد الترشي. التصويت إلا بعد الحرب الحرب العالمية الأولى مجتمع مشي مشوار ما بين إعلان الاستقلال وأخذان الست حق التصويت 120 سنة 130 سنة مشوار مجتمع بيتحرك من جواه الست ما خدتش حق التصويت في فرنسا اللي هي بتاعت العدل والإخاء والمساواة إلا بعد الحرب العالمية الثانية يبقى كان العدل والإخاء والمساواة ده للبيض الأوروبيين الكاثوليك إذا ده مشوار اجتماعي اقتصادي سياسي ثقافي داخل المجتمع ما نقعدش بقى نجيب نماذج الجاهزه دي ونقعد نعمل اللعب الكرتون اللي احنا بنعمله ده ويجي اخونا محمد مرسي واخواننا الاخوان الصندوق 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 وكان الديمقراطيه هي بس مجرد ان حد يروح ويحط صوته في صندوق مش ان في ان يبقى في وجود للفرد والفرديه اصلا ان في وجود للراي يعني انت لما تبقى تروح مثلا في مناطق في الصعيد او في مطروح او في سينا ويبقى تصويت العيله علشان كبير العيله هو اللي قرر ان احنا نصوت لل هو ده فرد ده ديمقراطيه ان هو انت اخواني و وريفر اي طريقه اي حد يحطه لك مكتب الارشاد في الليسته فانت تروح تختار يبقى انت كده موجود يبقى انت كده اديت صوت ان اخونا السلفي واختنا السلفيه هو يحط مكانها صورتها ورده وهي تروح تصوت يعني ايه ده, ده حتى يعني فكاهه علشان ما مت... كان من ضمن الاعتراضات على اعطاء الحق للست بالتصويت في المناقشات اللي دارت في عمل الدستور الامريكي في نهايه القرن ال 18 وبدايه القرن ال 19 انه قالوا ده هيبقى فيه ظلم لانه معنى كده ان الراجل المتجوز هيبقى له صوتين لانه صوت وصوت مراته واللي مش متجوز يبقى له صوت واحد فيبقى ده ظلم فاحنا لا نعطي المراه حق الايه التصويت لانه كان بيعتبر ان صوت المراه هيبقى مضمون تبع صوت جزء ما هيش فرد مستقل له كيان وله وجود منفصل عنه انا يعني ذكرت الجانب التاريخي ده سواء في 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 التاريخ عندنا او في التجربه عند الغربيين والاوروبيين بشكل عام نقل عندنا بقى لما جينا نعملها نعملها ازاي احنا برضو عندنا حكم الفرد المطلق يعني شفنا الوالي العثماني كان قاعد في القلعه الوالي ال ال ده ما بيعملش حاجه الا انه يبقى له مماليك والمماليك دولت قوه ضربه بتحمي البلد بشكل عام تحت ظل الخليفة العثماني أمد الله عمره وبابه, وبابه العالي لكن الدولة دي اللي هي القلعة اللي في الصورة اللي في الخلفية بتاعتي دي هو قاعد فيها وبينزل ياخد الجباية والضرب وكان في مماليك كل مملوك بيبقى له منطقة والمملوك ده بيدفع مبلغ معين ويلم هو بقى زي ما هو عايز في المنطقة اللي هو عايز فيها والوالي ده بيدفع مبلغ معين للخليفة ويعمل هو بقى وهكذا لكن الدوله لا فيها بتصرف على تعليم ولا خدمات ولا صحه ولا رعايه للايتام ولا كل, كلام كل ده بيعمله المجتمع بمؤسسات اجتماعيه يبقى اذا السلطه هنا دورها واحد هو الحمايه حمايه بشكلها العام يعني حتى كمان ما كانش فيه قوه بوليس يعني القاهره دي احنا بنقول القاهره مدينه اهو لم يوجد فيها بوليس احنا بنتكلم بقى على على اسماعيل لما بدانا فكره ان يبقى في شرطه كان في حاجه اسمها القواسه او بتعبير المصريين بقى السعاده كانوا جواصه دول كان يمروا كده يبقى ايه الدور بتاعه نكايه يعني لو شاف جريمه يضرب الناس على اساس يعملهم عبره اخونا محمد علي لما جه يعمل التحديث بتاعه بنى بنيه دوله جديده بقى لانه عايز يعمل جيش و... ويبني له بقى نظام وطبعا مع دام عندنا جنود يبقى لازم إن لهم اكل وشرب ونظام اكل ونظام شرب وعايزين نظام رعايه صحيه علشان الامراض لان تجمع مثلا 100000 من البشر بيتحركوا عايز نظام فيبقى لازم بقى في مدرسه للطب ومهندس ومدرسه للهندسه علشان امور الانشاءات والحاجات ديت عندنا مطبعه علشان نشر عندنا مدارس تعليم وكانت حتى الرتب داخل المدارس التعليميه لان ديت حاجات تبع الجيش الرتب بتاعه ال... يعني لما نقول مثلا رفاعة بيك ورفاعة باشا دي رتب عسكريه ما هياش رتب مدنيه اذا معمول جيش واتقامت كل الخدمات حوالين الجيش اللي هي نفس الصيغه اللي موجوده حتى الان واضحه جدا يعني المهم فهو حكم الفرد المطلق مع اخونا محمد ايه لا تحده حدود هو المشرع وهو المنفذ وهو القاضي قاضي يعني ايه كمان الناس مفكره ان هو لا ما كانش قاضي ده احنا عندنا قضاء الشرعي القضاء الشرعي ده اللي عملوه العثمانيين كان بيفصل ما بين المسلمين في الامور الخاصه بالامور الايه؟ الاحوال الشخصيه وهذه الامور. لكن محمد علي عمل مجالس كانت هي بتفصل قضائيا داخل القلعه وفي فرع منها في اسكندريه في الامور بقى التجاريه والامور السياسيه وامور امور كثيره جدا 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 قضائيا. بحكم الوالي، مجلس الوالي بيفصل في الحاجات دي كلها. اذا هو دخلنا العصر الحديث بشكل حكم الفرد المطلق لكن بيستخدم ادوات حديثه زي نظام الدواوين ويبقى عندنا قلم للترجمه ويبقى عندنا نظاره يعني القانون اللي هو عمله محمد علي في سنه 37 بتنظيم الدواوين وعمل سبع دواوين ان في بقى ديوان للجهاديه وفي ديوان للفوريقات اللي هي المصانع يعني الفابريكات فوريقات وعندنا ديوان للبحر اللي هي خاصه بقى بالمراكب محمد علي له مراكب بتروحوا بره وبتاع وكده فيبقى في ديوان للبحر و ديوان للعلاقات الاوروبيه اللي هو احنا احنا طبعا تبع الدوله العثمانيه ما نقدرش نعمل ايه تمثيل دبلوماسي منفصل عن الدوله العثمانيه فهو عمل ديوان كده ينظم الامور في علاقته مع الايه مع الاوروبي ده شكل محمد علي القشرة يعني هو نفس حكم الفرد المطلق يعني محمد علي أنا أذكر أنه حصل تمرد في وحدة من وحدات الجيش فرح محمد علي والوحدة خرجت عملت عرض عسكري أه قدامه ولا عرض قدامه أه عمل إيه محمد علي أمر أن كل واحد رقم عشرة يخرج على اليمين من الصف وانضربوا بالنار علشان يكونوا عبرة لإيه لغيرهم فما يتمردوش على على الوالي هو ده دوله حديثه اه دوله حديثه في ايه اه هنضربهم بالنار بالمسدسات دلوقتي مش هنضربهم بقى بالخناجر والسهم وكده يبقى الحداثه عندنا هنا اللي هي حداثه الايه الاله والمكنه وال... لكن هو حكم الفرد المطلق القديم لكن باشكال آه آه حديث حديثه جه اخونا آه آه اسماعيل بيدي بقى في ان عايز مصر تبقى قطعه من اوروبا فهينزل من القلعه ويعمل قصر عابدين ويبدا بقى الحكم السلطه ان بيعمل عمل مجلس شورى النواب اللي هو مجلس يعني كان بيجتمع في القلعه قبل كده ومجلس يعني مظهري شكلي لكن ما بيقررش حاجه يعني ملوش سلطه تشريع ملوش سلطه فرد هو استشاري رايه استشاري يعني ديكور وطبعا ممكن تقروا بقى على ايه المشاهد بتاعه المجلس ده لما اتعمل مجلس شورى النواب 1866 واتقال بقى ايه الناس اللي قاعده على اليمين يبقى دولت الموافقين والناس اللي قاعده على الشمال دولة اللي يبقوا معارضين للسياسات بتاعه افندينا فالناس اللي قاعده على الشمال كلها قامت احنا هنعترض على افندينا احنا الموضوع بالنسبه لنا ديكور شكل مظهر أه حاجة جاهزة بنجيبها كده مفيش حراك اجتماعي ولد الكلام أه فأخونا نبار نبار باشا أنا اتكلمت عن دوره في محاولة تقييد انفلات الأوروبيين خضوعهم لأي سلطة بمسألة ايه المحاكم المختلطة الهدف الثاني بتاع نبار كان محاولة تقييد سلطة الخديوي يعني عايزين دلوقتي ايه نقيد سلطه الخديوي بقيود عشان ما تبقاش سلطه مطلقه كده لانه ايه بيقرر وكان ال... لما كان في حتى دواوين اللي هو اصبحت نظارات بعد كده كل ناظر يعني نظر الاشغال منه للخديوي آه نظر الجهاديه منه للخديوي ناظر ال... ال... الاوقاف منه للخ... وهكذا عايزين نقيد سلطه ال... فاحنا مش عارفين نعمل ده بقوتنا الذاتيه من الداخل مش عارفين نعمل ده فبنعمله ايه استعنا بقوه خارجيه قاهره علشان نفرض ده على الداخل وكان المفاوضات اللي عملها اخونا نوبار هو بقى يعني اللي كان بيفاوض الاوروبيين ومساله الدين وصندوق الدين وكده بان هو يتعمل مجلس للنظار اللي هو بقى ما نقدرش مجلس الوزراء لان احنا تابعين للدوله العثمانيه ما نقدرش نقول وزراء. وحصل بقى خلاف هنا في الترجمه لان الكلام ده كان مكتوب بالفرنساوي. فيجي بقى نترجم كلمه ناظر ديت بقى بال... بال من الفرنسيه بتاع لناظر ولا الوزير؟ اخونا بقى طبعا بشاره بشاره تقلة آ... لما كان بيكتب في ال... في, ال... في الاهرام كان بيترجمها ب... بوزاره. لكن هي الترجمه الرسميه كانت كلمه ايه؟ نظار. يعني حاجه اداريه ما هياش آ... حاجه سياسيه. فتعامل اول مجلس للنظار مجلس النظار ده يبقى هنا كده ايه اسماعيل الخديوي مش هيحكم مباشرة هيبقى حكمه من خلال مجلس للنظار يبقى ده قيد عليه ادي نقطة النقطة التانية النظار نظر الجهادية ولا نظر الاشغال ولا نظر ليس مسؤولا مسؤولية مباشرة قدام الايه الخديوي ده هو ايه المسؤوليه تضامنيه داخل مجلس النظار يعني لما بيصدر قرار ما يتقالش بقى ده قرار وزير الجهاديه بس ولا قرار ناظر الجهاديه لا ده قرار ايه مجلس النظار مجلس النظار ده آه كان فيه واحد انجليزي يعني مندوب بتاع صندوق الدين بقى هو ايه آه نظر الماليه الخاص بالايه الفلوس ومصاريفها وكده والواحد فرنساوي خاص بالاشغال كل بقى العمليات الهندسيه والترميمات والحاجات دي كلها هو اللي بيتحكم فيه ويبقى في ناظر للجهاديه وفي كان نوبار واخد نظارتين في الوقت ده تقريبا الخارجيه والداخليه على ما اذكر بجانب رئاسته للنظار اذا عجزنا على ان احنا نقيد سلطه الحاكم الفرد المطلق بقوتنا الذاتيه بحركتنا داخل الوعي وداخل الثقافه سياسيا واجتماعيا و... 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 وثقافيا باستعنا بقوه خارجيه المحك اللي هو لما قامت اول حركه بقى من مع اخونا احمد عرابي مع كل اللي اتقال عليها والحركه الوطنيه دي المطالبه بالدستور دي كانت حركه بتحاول تنقل مجلس شورى النواب من هو يبقى ديكور وحاجة شكلية كده إلى أنه يبقى له قوة التشريع في فترة أخونا توفيق يعني الخديوي توفيق دي كانت إيه قوة من, من ذاتية من الداخل بتحاول تفرض أن يبقى الحاكم مقيد بدستور وهناك مجلس نواب منتخب له قوة التشريع الضربه بتاعتها طبعا في عوامل داخليه خاصه بان احنا يعني ايه المجتمع ما مشيش عشان يوصل للمرحله دي اه وان عرابي كان بدايات شغله هو مجرد مطالبه بحقوق تساوي المصريين مع الظباط الشركس والاتراك في مساله الاثار بتاعت ايه تخفيض الميزانية والديون والكساد والاقتصاد كانوا بيضحوا بالظباط المصريين والابناء الوطنيين ويظل ايه الظباط اللي هم شركس والاتراك لهم حقوقهم زي ما هي محفوظة وكده فكان اقصد ان كانت فيها الفئوية دي وكون اخونا احمد عرابي برضو ما كانش عنده الوعي السياسي البالغ يعني احمد عرابي في مواجهته في الخطر مع الـ مع الـ الانجليز وان هم ممكن الناس كانت بتقرا البخاري علشان ربنا يحمي مصر من ال يعني احنا نقعد كده ونقرا البخاري بركه علشان هيحمينا من الخطر يعني المهم لكن في عنصر لازم تاخدوا بالكم منه انت وهو وهو ايه؟ ان ضرب التجربه الديمقراطيه والسعي للوصول الى تجربه ديمقراطيه جاي من الغربيين ذاتهم ناس مفكرة انه عشان يعني اوروبا فيها ديمقراطية يبقى هيجوا الاوروبيين ويسعوا الى ان هم يوضعوا الديمقراطية والعلم وال... هو هدفه ان هو يسيطر هو هدفه ان هو يهيمن حتى علمه واستشراقه ودرسه العلمي لمجتمعاتنا في النهاية هدفه ان ازاي نوصل لمعرفة من خلالها نقدر نسيطر على هذه الشعوب فضرب التجربة الديمقراطية او السعي ليها مش نتيجه بس لضعفنا وان احنا ما مشيناش ماشي داخل وعينا ولا داخل مجتمعنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لا الضرب جاي من, من 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 الغربيين ذاتهم كمان ممثلين في الانجليز واتضربت ودرب الموضوع ودخلنا اول أنا يعني مش هقعد استشري في في القضيه ديت لكن هي النقطه هنا الاساسيه ايه النقطه الاساسيه اننا لم نستطع ان نقيد حكم الفرد المطلق بقوى ذاتيه من الداخل استعلنا بالقوى الغربيه ممثله في مفاوضات اخونا نوبار فاصبح الامر في النهايه مجرد اي شكل ده انت لو تشوف بقى التجربه من 82 ل 22 ل 40 سنه دولت مع الاحتلال الانجليزي بقى المباشر لمصر اصبحت منظومه الحكومه ممثلة بقى, بقى في الوزارات بتاعتها والهيئات وال... وال... والحاجات دي كلها تابعة للإنجليز والأوروبيين بشكل عام من خلال الطريقة المباشرة المعتمد البريطاني أو من خلال المستشارين اللي موجودين يعني أنت تشوف بقى دانلوب المستشار بتاع وزارة الم... بتاع نزارة المعارف ده الراجل اللي كان بيرتب التعليم في مصر إن هو يمشي على نفس التعليم بتاع محمد علي اللي هو إحنا عايزين نخرج موظفين يشتغلوا لكن قضايا بقى اللي هي بتاعت ايه؟ التاريخ والفلسفه والسياسه ونهضه الامه والكلام ده كله ده كلام هو ما شافه يعني انه ملوش لازمه مصر لم تستعد يعني مصر مجتمع من الفلاحين عليهم ان هم يشتغلوا فنهتم بصحتهم ونعمل لهم مجاري يعني اول ناس عملوا مجاري فعلا وحسنوا المجاري في القاهره هم الانجليز بعد احتلالهم اول ناس يعني ادخلوا الاقباط في المدارس اللي عملها محمد علي وخلفائه كانوا الانجليز مدارس محمد علي من التربيه من الطب للهندسه لم يدخلها قبطي لم يدخلها قبطي الا مع الانجليز كانوا الاقباط عشان يتعلموا تعليم عالي يروحوا لبنان في الجامعه الامريكيه اللي في لبنان علشان ياخدوا تعليم عالي لكن يخش بقى طب اللي هي القصر العيني ولا يخش المهندس خانه ولا لا كل ده ما حصلش الا مع الانجليز آه فلما جينا بقى في في, في موضوع ثوره 19 واستقلالنا طيب احنا دلوقتي كده هنخش بقى في في منظومه دستوريه اهو هيبقى في دستور مكتوب خلي بالك البنيه كانت موجوده دلوقتي ان الحكومه في ايد مين الانجليز ومستشاريه وتركوا للقصر الخديوي بقى و... 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 والسرايا ااا تركوا لهم الاوقاف وتركوا لهم الازهر لذلك الصراع ما بين الجهتين دولت اللي هو القصر والحكومه موجود طول الوقت من 82 ل 22 وعلى نفس هذه البنية اتبنى مشروع دستور 23 وظل الامر كما هو حتى بالرغم ان الحكومة اصبح كل اعضاء بقى وطنيين مصريين لكن هتلاقي الحكومة وغيرنا الكلام ده كله هتلاقي الحكم دار بتاع القاهرة ظل انجليزي لمدة ما يزيد عن 20-25 سنة ده في فتره مين؟ دار يعني اللي هو بيدير بي 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 كل امور الامن داخل القاهره انجليزي. او سردار الجيش المصري انجليزي. لسنين طويله. فظلت هذه البنيه اللي هي ايه؟ معرفناش نعمل حكم الفرد المطلق نقيده، يعني لما جينا بقى السلطان احمد فؤاد وبقى الملك احمد فؤاد طيب هل احمد فؤاد رجع بقى لسلطه الفرد المطلق زي جده محمد علي ولا هو اصبح ايه مقيد بالدستور اللي مكتوب دستور 23 وكان بيبقى خلافات كان يحصل خلاف ما بين سعد زغلول والملك فؤاد على تفسير بنود للدستور نروح نجيب نجيب واحد متخصص نمساوي مثلا علشان هو اللي يفتينا احنا ناقلين الدستور من اوروبا فهو يقول لنا ما يجب ان يكون اذا لم نستطع ان نقيد حكم الفرد المطلق بقوه ذاتيه اصبح القيد طول الوقت قوه خارجيه وحبر على ورق ممثل في الايه فلما جينا مع نظام يوليو اتفضل الموضوع بقى كله وأصبحت بقى هنا الحكومة اللي كان بيسيطر عليها انجليز ويسيطر عليها ده بقت اصبحت كلها ايه؟ سلطة القصر رئاسة الجمهورية دلوقتي هي السلطة المطلقة بديكور مكتوب على الورق يعني لو انت بصيت بقى طول الوقت من دستور 23 لدستور 2014 وتشوف بقى المبادئ بتاع الحقوق والحريات والحاجات دي، كلام جميل جدا جدا جدا. تعال بقى شوف تطبيق ده على الواقع يبقى ازاي؟ فأنا اقول كلام أنا قلته قبل كده وهختم بيه عشان احنا طولنا. من 1914 ل 2014، ال 100 سنة دولت ال 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 الانجليز أعلنوا الأحكام العرفية في مساء الحرب العالمية الأولى. ظل المصريون وانا برفع اهو المصريون برغم ان انا عايز الغي القاعده دي اصلا في كلامي يبقى كله بال بال, بال بالياء والنون مش بالواو والنون فظل المصريين آه خلال ال سنه الى يعني 80 سنه منهم محكومين باحكام عرفيه او بقانون طوارئ ظباط يوليو غيروا اسم القانون من الاحكام العرفيه لقانون الطوارئ واللي استمر فيها حكم قانون وقانون طبيعي هو مجرد 20 سنه متفرقين على مدار ال 100 سنه يعني ايه يعني ايه حكم طوارئ معناها ان بقى كل الكلام اللي انت بتتكلمه في الدستور واللوائح والقوانين والحاجات دي كلها كل ايه ماركون على جنب وان السلطه الفعليه في ايد السلطه التنفيذيه يعني لما يجي مثلا وتتجدد بقى يعني كان على ايام اخونا مبارك امد الله في عمره وهو طبعا السنه دي بيبلغ 90 سنه كان بتجدد كل ثلاث سنين دلوقتي قلنا ان حالة الطوارئ علشان ما يعملوش تجديد فالجماعة المفتين دلوقتي بيعملوا ايه يقولك توقفها يوم وبعدين تعلنها تاني يوم فيبقى انت كده اعلنت اعلان جديد فمبقاش محتاج ايه؟ لان المد دلوقتي الجماعه اللي كانوا بيعملوا الدستور في 2013 و 2014 كانوا بيحاولوا يقيدوا العمليه دي بس طبعا قيد, قيد قيد نصي بورق. لما يكون وزير الداخليه عنده القدره انه يصدر قرار باعتقال جمال او بانطونيوس او او, أو عبد الفتوح أو الناس اللي لسه معتقلة دلوقتي زي الـ الـ السفير وزي ودولت ناس من الجيش أصلاً كمان يعني عسكريين يعني اعتقال الفرد وتنيه محبوس لا هو في قضية ولا في محاكمة ولا في أمر وبعدين لما يخش الموضوع القضاء وياخد له بقى كده في الدوامة دي سنتين وبعدين محكمة الاستئناف تصدر الحكم بخروجه وببراءته وهو خارج يصدر قرار من وزير الداخليه مره ثانيه باعتقاله. ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش لا محكمه ولا قانون ولا لائحه ولا تقاليد ولا اي حاجه في حكم الفرد المطلق. احنا شفنا اهو. محكمه اصدرت حكم في معاهده وقعتها الحكومه بان ليس من حق الحكومه ان توقع هذه المعاهده وما قدمتش والحكومه ما قدمتش للمحكمه اسباب كافيه لل عملنا ايه؟ ولا حاجه في مجلس الشعب ومر الامر وكان الامر <applause> لم ال النقطه هنا انه لم نستطع ان نقيد حكم الفرد المطلق التراثي القديم بانه يكون حكم المبدا وان الشخص سواء بقى كان في السلطة او قاضي او رئيس جمهورية او وزير او مواطن عادي او الكناس اللي في الشارع بيحكمنا مبدأ مش الاشخاص مص... مص... لم نستطع ان نعمل ده وده مرتبط بان لم نستطع ان نعبر من منظومة الفقه والرؤية الفقهية للعالم والرؤية الأصلية للعالم اللي هي القديمة الى رؤية قايمة على ايه حكم المبدا سواء المبدا ده مكتوب او غير مكتوب مش لازم يكون المبدا مكتوب يعني احنا شايفين الانجليز ما عندهمش دستور مكتوب الاسرائيليين ما عندهمش حدود اصلا محدده للدوله بتاعتهم ان هم بيعملوا ده جماعه كده قاعدين هايلمان يعني مش هي دي القضيه القضيه ان في مبدا حاكم اكبر من الافراد احنا دلوقتي ما زلنا حكم الفرد المطلق آه بس بديكور آه نيابي وديكور آه 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 حاكم وعندنا آه محكمة وقضاء لكن بننتش منه يعني بنخلق طرق موازية وده بقى يعني موضوع تاني لما نتكلم فيه عن آه موضوع التحديث إذن بدون أن نستطيع أن ننتقل داخل وعينا وداخل ثقافتنا وداخل مجتمعنا من حكم الفرد المطلق المخلص اللي هيجي على ظهر الجواد وينقذنا من ما نحن فيه إلى حكم المبدأ والسلطات المتساوية مش من لازم تكون متنافسة متساوية متعاونة بس متساوية متعاونة على حكم البلاد هيظل الموضوع كده كاننا هنا بالظبط وخدوا المشهد ده ونقفل بيه في بلد زي مصر ال مليون واقفين طابور وعلى اول الطابور بيقف يعني كل واحد ما بيشوفش من الدنيا الا خلفيه اللي قدامه وعلى اول الطابور بيقف الباشا بقى الخديوي الملك رئيس الجمهوريه المشير هو اللي بيشوف وهو اللي بيعرف وهو اللي بيقرر فإذا كان كويس آه ممكن يصلح حاجة بس اللي بعد منه بعشر خمسة عشر واحد مش دريان باللي هو بيعمله ولو هو ماشي ووقع تخيل انت الطابور ده كله يحصل له ايه المجتمعات كانت ماشية كده دلوقتي المجتمعات بتنتقل فبدل ما يبقى في واحد بس يبقى بدل ما يبقى في طابور واحد يبقى في طابور واثنين وثلاثة واربعة وخمسة فبدل ما يبقى في عينين اثنين هي اللي كانت بتشوف يبقى في ايه؟ عشرة لو في طابورين عطلوا يبقى في ثلاثة تانيين بيكملوا ده دي النقلة اللي عملها البشر في الانتقال لانه مش هينفع نبقى في طابور واحد وده المحك اللي احنا بنواجهه الان هل هنستطيع بأن 150 سنة و200 سنة بنحاول نعمل ده هل هنستطيع أن ننتقل بقى من الطابور الواحد إلى عدة طوابير وإن الأمر ما بقاش بقى كلنا صوت واحد إحنا لسه معتقدين إن أي تعدد يبقى تهديد أي تنوع يبقى ضعف فلا بد وأن يكون إيه المصريون على قلب رجل واحد لكي أعبر بكم النهر واعبر بكم الاخطار ودي منظومات آه لم تعد فاعله يعني آه يعني مش هستشري بقى في الكلام عن البنيه بتاعه الدوله لان انا كده قربت من الساعه واشكركم ويا ريت الناس تعمل آه سبسكريبشن على قناه رواق جمال مش على انا برفع الفيديو برضو على قناتين قناتين تانيتين هما قناه ابو زيد وقناه جمال عمر بس هي القناه دي اللي هتبقى للبث في المستقبل فقناه رواق جمال هي اللي هيبقى عليها البث فيا تعمل اشتراك فيها واهلا وسهلا بنقدكم وبانتقاداتكم بالدال وبالضاد آه مش هيفرق الامر لان احنا الفكره هو الحوار يعني. ونلتقي الـ 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 الاسبوع القادم يوم الاحد الساعه آه خمسة مساء بتوقيت القاهره الحادية عشرة بتوقيت آه نيويورك وعلى انه آه يعني آه نكمل برضه يعني انا كنت هتوقف عند الـ الـ الرواق العاشر ونبتدي بقى سلسلة اخرى جديدة لكن انا هكمل شوية كمان من مسألة العنف والإرهاب لأن في ناس طلبوا مني تفصيل بعض الأمور التانية يعني لحد ما نكتفي بيها وبعدين ننتقل إلى موضوع آخر تحيات القادم